حفلة توديع العزوبية شهدوا المزيد من التفاصيل. للبداية بهذا الفيديو مع غيت مروان اللي صرح ان اليوم عندهم ايفنت، والبعض ايضا بيشك انه يمكن يكون اليوم حفلة عيد ميلاد لانا، حيث زهرت لانا مع غيت مروان وصار الورع اليوم. اوكي اليوم عندنا ايفنت بالليل، اوكي فحشوف لما اوصل هوني حشوف مين في موجود، وقبل ما اوصل على الحفلة ذكروني او قبل ما اوصل على الايفنت ذكروني ننزل الستوري تحطوا فيها الاسئلة عشان لما اوصل هونيك مش بس انا العبها، لا اسال ناس كمان. يبي العيد اللي بيجي. نمر ايضا الى بسان اسماعيل ومحمود اللي تفاعلوا بمجموعه من الستوريات من لقائهم مع ياسو. ايضا محمد الشعار كشف انه خطيبته سنو عندها حفله توديع العزوبيه اليوم، ويذكر انه محمد الشعار صرح انه عرسهم كتير قريب.